لو سألتك توقعاتك من هو بطل هذه النسخة من دوري أبطال أفريقيا تقول لي مين؟ للأمانة أنا شخصيا كنت شاهدت لفريق سان داونز فنيا فنيا وبدنيا وكل شيء، معناتها فريق ممتاز ومتميز في النسخة هذه بالذات، لكن يبقى النادي الأهلي معناتها بالخبرة بالشخصية متاع النادي الأهلي، لأنه الأهلي اللي يلعب في المجموعات مش نفس الأهلي اللي قاعد يلعب حاليا في ربع نهائي ولا يلعب نصف نهائي للذهاب مع الترجي ولا كذلك ينتظروا النهائي. الأهلي أكيد فريق يتحول بعد الأدوار بعد دوري المجموعات، لكن للأمانة معناتها على الورق مثل ما كان الأهلي عنده الأفضلية والأسبقية في الفوز على الترجي الرياضي التونسي ولا في تخطي الترجي الرياضي التونسي في الفترة الحالية في ظل الظروف اللي تحدثنا فيها الكل، كذلك على الورق ولكن الميدان عنده حقيقة أخرى. على الورق سان داونز هو ممكن رشحه أكثر، لكن كما قلت لك حقيقة المباريات وحقيقة الميدان شيء ثاني.